رجعنا لحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي معانا الحقيقة مكالمة تليفونية من الأستاذ هشام السنجاري، هو مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي، اللي هنعرف منه أكتر تفاصيل خاصة بالمشروع الوطني للقراءة. وطبعا ما فيش شك أن في اهتمام وتوجه كبير جدا من جانب الدولة المصرية ببناء الإنسان المصري والشخصية المصرية وزيادة وعيه وتثقيفه. والمشروع الوطني للقراءة بيقوم بدور مهم جدا في تحفيز الطلاب وكمان المعلمين على القراءة، اطلاع، تثقيف، تنوير. هنعرف أكتر عن المشروع من أستاذ هشام. أهلا بحضرتك أستاذ هشام. أهلا بحضرتك، وطبعا إحنا سعداء جدا بالمشروع الوطني للقراءة، وعايزين نعرف أكتر عنه من حضرتك، نعرف أكتر عن طبيعة المشروع، المجهود اللي اتعمل في المشروع، إيه أهمية المشروع في التشجيع على القراءة وعلى الاطلاع. طيب، هو المشروع الوطني للقراءة مشروع مقدم من مؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات، متوافق مع رؤية مجموعة وزارات، وزارة التربية والتعليم، التضامن، الثقافة، الشباب والرياضة. هو أصلا موجه إلى فئة الشباب والمعلمين. أيوة. وبادي من الصف الأول الابتدائي حتى مرحلة الثانوية العامة، لينتقل إلى الجامعة، سواء الجامعات الحكومية أو المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة. فبعده الأول اسمه الطالب المثقف، وده من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي، طبعا للمرحلة العمرية، يعني من أولى لثالثة الابتدائي تعتبر فئة، من رابعة لستة ابتدائي فئة، المرحلة الإعدادية فئة، والثانوية فئة، سواء كانت مدارس، معاهد أزهرية، مدارس خاصة، مدارس حكومية، للجميع. يقرأ 30 كتاب، بيسجل عن طريق مدرسته وعن طريق أخصائي المكتبة، بيقرأ 30 كتاب من اختياره، المفترض ان هم يكونوا متنوعين في المجالات اللي هو يحب يقرا فيها. تحصل مراحل تحكيم اولا على مستوى المدرسه لاختيار الاوائل منها، عشان يصعدوا على مستوى المنطقه التعليميه ثم المديريه التعليميه. يعني من حسن الطالع ان حضرتك بتكلميني دلوقتي والمديريات بتصفي دلوقتي للطالب المثقف وايضا للمعلم المثقف، لان تصفيات الجمهوريه باذن الله هتكون في النصف الاول من شهر 8. حلو. بعد كده ننتقل إلى الفئة اللي بعدها، وهي طلاب الجامعات، أيضا لهم الحق في الدخول من خلال بعد اسمه القارئ الماسي، أيضا بيقرأ 30 كتاب مناسب لمستوى الطالب الجامعي من اختياره الحر، مفروض أنه يغطي مجموعة مجالات، عددهم 5 مجالات على الأقل هو اللي بيختارهم. أيوة. ويبتدي بيلخص ده، بس هنا بقى الطالب الجامعي عنده إمكانية أظرف. طالب المدارس بيلخص من خلال ما يسمى بالمدونات، حاجة زي النوتة كده، تلخيص ورقي يعني. أي. لكن بالنسبة لطالب الجامعة بيسجل عبر الموقع الإلكتروني وبيلخص عبر الموقع، وبيبتدي التحكيم. وبرضو من أول أمس بدأت عمليات التحكيم في الجامعات المصرية وجامعة الأزهر، لأن المشروع هذا العام هو العام الثالث. ويعني غطى عدد كبير جدا في العام الاول، واستمر نجاحه في العام الثاني وده العام الثالث، لان مده المشروع 10 سنوات. حلو. ننتقل الى فئه وهي محرك العمليه التعليميه، زميلنا بقى المعلم المثقف. ولما نقول المعلم المثقف نعني العامل بالعمليه التعليميه، من اول مدرس رياض الاطفال الى مدرس المرحله الثانويه. حلو. ايضا مطلوب منه يقرا 30 كتاب من اختياره، بيغطوا 5 مجالات مناسبين لمستوى المعلم الثقافي، ايضا بيسجل عبر الموقع وبيلخص شانه شان القارئ المصري. وبرضه التصفيات بتاعته بتبتدي من الاداره التعليميه ثم المديريه ثم تصفيات الجمهوريه. عشان ايه نوصل لده؟ عشان في الطالب المثقف يبقى عندنا 20 فائز على مستوى الجمهوريه. 5 من الفئه الاولى اللي هي من الاولى لثالثه ابتدائي، 5 من الفئة الثانية، و5 من الفئة الثالثة اللي هي إعدادي، و5 من الفئة الرابعة اللي هي ثانوي. وبالنسبة للمعلمين يبقى عندنا 10 أوائل على مستوى الجمهورية، وأيضا بالنسبة للقارئ الماسي. ما هي الجوائز؟ يعني في رأي إن القراءة والنهل من مناهل المعرفة هي أكبر جائزة، ولكن برضو يجب أن يكون هناك تحفيز آخر. جميل. تبدأ الجوائز بمليون جنيه للفائز الأول، وتتدرج إلى تصل إلى 50,000 جنيه بالنسبة للطالب المثقف، و100,000 جنيه بالنسبة للمعلم المثقف أو القارئ المصري. إضافة إلى رحلة بتنظمها مؤسسة البحث العلمي للمكتبات سواء المحلية أو العالمية سنويا
للفائزين، لأن بمجرد فوزه هو بيصبح سفير للمشروع الوطني للقراءة. يعني لو في لقاء زي ده حضرتك بتعمليه معايا دلوقتي ده، ممكن يكون في حد من الفائزين في العام الماضي أو العام قبل الماضي، والعام القادم بإذن الله هيبقى الفائزين هذا العام. أيوه. لأن احنا بنسميهم سفراء المشروع الوطني للقراءة، هم اللي هيقدروا ينقلوا معرفتهم إلى أقرانهم. حلو. ننتقل إلى بعد أخير وهو البعد الرابع، المؤسسات المجتمعية المهتمة بالقراءة. أيوه. قد تكون مدرسة، قد تكون محطة إعلامية، قد تكون مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني لديها نفس ميول مؤسسة البحث العلمي، تشجع القراءة، تجري مسابقات، تدعم المكتبات المدرسية. هذه المؤسسات بتقدم مشروعها من خلال الموقع الإلكتروني، بيحصل تصفيات، الأول بنطلع 30 مؤسسة وبعدين بنصفيهم إلى 10 مؤسسات ليكون في 5 مؤسسات فائزة في الآخر. تبدأ جوائزها بمليون جنيه وأيضا بتنتهي ب100,000 جنيه. كل الفكرة هي دعم الحس الوطني، العودة إلى القراءة، فأمة اقرأ يجب أن تعود إلى قراءتها. هل بيحصل أي تغيير من كل سنة لسنة اللي بعديها في المشروع كخطة، كتنظيم، كأفكار، كجوائز، كشروط للمشاركين؟ يعني حضرتك قلت إنه في السنة اللي فاتت وإنه كان في السنة اللي قبليها، إيه الجديد اللي بيجد على المشروع كل سنة أستاذ هشام؟ يعني اسمحي لي أحيي حضرتك وأشكرك على هذا السؤال. طبعا كل عام بيكون نتيجة الفيدباك والتغذية الراجعة منه بيحصل فيه تطوير، طبعا مش هيحصل تطوير في شروط المسابقة لأن الشروط هي الأساسية، ولكن بيحصل تيسير فيما يتعلق بالمواعيد، فيما يتعلق بترتيب لجان التحكيم. يبقى فيه معرفة أكتر من عام إلى آخر. هذا العام الجديد أن بالنسبة للمؤسسة التنويرية اللي هو البعد الرابع اللي قلت لحضرتك عنه، كنا في العام الماضي واللي قبليه كل مؤسسة بتشوف فكرها وتكتبه. هذا العام احنا عاملين نموذج كده لملف إنجاز، هو بيملأ هذا النموذج من واقع خبرته للتطوير. أيوه. أيضا بالنسبة للمعلم المثقف كان في مشكلة في أنك تختاري مدرس من كل مدرسة، وبالتالي الحيادية ما كانتش بتبقى موجودة كويس قوي. أيوه. فيعني معالي الوزير وجه بأن نعمل تصفية أولا على مستوى الإدارة، بحيث ممكن المدرسة يكون في 10 مدرسين حابين أن هم يشتركوا، اللي يحكمهم المستوى الأعلى وهو مستوى الإدارة، ثم بعد ذلك المديرية وهكذا. فكل عام بإذن الله بيكون في تطوير. العام القادم بإذن الله هيضاف مسابقة خاصة بالرسم لأبنائنا الموهوبين. حلو. على أساس أن يبقى دائما وأبدا. مؤسسة البحث العلمي مؤسسة تربوية تتعامل دائما مع أبنائنا الطلاب من خلال من يمثلهم، وبالتالي احنا بنتعامل مع المدارس من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنارة الإسلام الأزهر الشريف في معاهده، بالإضافة إلى الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة. وبالتالي زي ما خدت بال حضرتك كده، التصفيات بتبدأ من مكان الشخص. أوكي. يعني تصفية على مستوى المدرسة ثم الإدارة ثم المديرية، لا دخل لمؤسسة البحث العلمي بيها، ولكن التصفيات الجمهورية هي اللي بتتم عن طريق مؤسسة البحث العلمي. جميل. أنا بشكر حضرتك جدا، وطبعا إن شاء الله يتم الانتهاء من المشروع بشكل ناجح. بشكر حضرتك جدا أستاذ هشام السنجاري مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي، وطبعا زي ما قلنا ده مشروع مهم جدا جدا لتشجيع وتحميس وتحفيز الأطفال على القراءة بأشكالها المتنوعة، وزي ما قلنا كمان إن دي بداية لتكوين الشخصية المصرية اللي أكيد كلنا عايزين نشوفها في أحسن حال وفي أحسن صورة.